إنسان رسالة ينقلها للي بعده. بالنسبة لهذه الرسالة هي فني. مصدر الهامي هو مدينتي والإرث الحضاري فيها، وأي شيء في هذا العالم ممكن يلهمني. رغم أن أعمالي مستقاة من تاريخ وأفكار عميقة، أحاول من خلالها أني أدفع بالحدود اللي وقفوا عندها اللي قبلي وأضيف شيء جديد. الفن برأيي مجال يجمع بين الثقافة والابتكار، وأعتقد أن كمية الإبداع اللي موجودة عند المرأة كبيرة جداً، وحنا اللي نسويه اليوم عبارة عن استفادة من تراكم الثقافات والإبداع اللي ورثناه من اللي قبلنا. أنا سعيدة جداً أني كنت جزء من مشروع بصمتها مع شركة BMW، وأتمنى اللي بعدنا يعمل الشيء اللي يميزه عن غيره، بس يستفيد من اللي حنا عملناه وينقله للجيل اللي بعده.